بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يوسف ابن أسباط. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. يوسف ابن أسباط كان يقول: عجبت كيف تنام عين مع المخافة، أو كيف يغفل قلب مع اليقين بالمحاسبة. خلق الله تعالى القلوب مساكن الذكر، فصارت مساكن الشهوات. الشهوات مفسدة للقلوب، وتلف للأموال، وإخلاق للوجوه. ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. الله يرضى عن هؤلاء الأولياء أيها الإخوة. كلامهم فيه نور الولاية، من كثرة مجالستهم للقرآن الكريم، ومن كثرة مجالستهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحديثه، ومن كثرة ذكرهم لله عز وجل، يفتح عليهم بكلمات لها أثر في القلب. فيقول يوسف: عجبت كيف تنام عين مع المخافة. أنتم تعلمون بأن الطائر الخائف لا ينام، والإنسان الخائف لا ينام. الأبعيد من هون إذا واحد يعني حدا ملاحقه ويريد أن يقتله، وهو يعني راكض منه، واستمر الركض إلى الليل، والآن أوى إلى مكان معزول، لكن هو متأكد أنه هذا عم بيلاحقه وعم بيدور عليه، وحان وقت الليل، صار الساعة 11 10 12 بنام. الخائف لا ينام. فيوسف ابن أسباط يقول: عجبت كيف تنام عين مع المخافة. هو من رحمة الله، من رحمة الله أنه يلقي علينا النوم. بس يا أخوان، المؤمن لا يزال بين الخوف من الله وطلب الرجاء منه. الحقيقة الواحد لما بيشوف كثرة النعم من حضرة الله تعالى عليه، وقلة الشكر أو الوقوع بالمعاصي والمخالفات، ينبغي عليه أن يخاف الله. يا أخوان، مرات واحد لما بيشوف حتى في معاصي عامة، ينبغي أن يخاف. يعني لما بتلاقي شاب صغير السن بيقولوا لك: والله عم يشرب حشيش، ينبغي أن نخاف. لما بتشوف فتاة لا ترعوي أن تنضبط بأمر الله، ينبغي أن نخاف. لما بتشوف إنسان عم بيسب الدين، ينبغي أن نخاف. لما بتشوف ابن عاق لوالديه وهو مصر على هذا العقوق، ينبغي أن نخاف. لما بتشوف إنسان مسلم ما يعنيه من عمله إنه مال حلال حرام، بيقول لك: أخي لا، لا تجيب لي سيرة الحلال والحرام، هات هالمصاري، ينبغي أن نخاف. لما بتشوف المسلم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ينبغي أن نخاف. لما بتشوف أهل المنكر ينشرون المنكر، ينبغي أن نخاف. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى غيما في السماء يخاف. سيدنا عائشة يقول: كان يدخل ويخرج، يدخل ويخرج. تقول: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم استبشروا أنه لا بدأ تنزل مطر إن شاء الله. قال: يا عائشة، أخاف أن تكون صاعقة كصاعقة عاد وثمود، لا يقوم بها الغيمة، في بدأ تنزل على روسنا، لا حجار تروحنا كلياتنا.
مع أن الله عز وجل أمنه وأمن أمته ما دام معهم. فنحن يجب أن نخاف، أنت مسؤول أمام الله عن انتشار الفساد في الأرض، وأنا مسؤول. لولا أنك سكت، ولولا أنني سكت، لولا أنك ما دعوت إلى الله، ولولا أني ما دعوت إلى الله، ما دخل هذا السوء، لأن هذا الشر صار محيطا بك وبي، أخوك وابنك وجارك وأختك وجارتكم. طيب لماذا أنت لم تكن معنيا؟ المسلم كان يسلم هلأ يسلم هلأ، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، يقول يا رسول الله أتأذن لي أن أعود إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ ما صلوا 3 أيام أسلم، فيروح لعند قومه يغيب سنة، بعد سنة يجي لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه 80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. 80 عيلة مسلمة، ما بعرف العيلة قد تكون 5، قد تكون 7، قد تكون 10، قد تكون 20، يعني بسن زمان أسلم له على إيده شي 200 زلمة، وما بيعرف الله وكيلك ما تعرفه أنت عن الإسلام قدم منه 10 مرات، 100 مرة، 500 مرة، يعني شو واحد أسلم 3 أيام قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قعد في ديار الإسلام 3 أيام، شو تعلم يعني؟ فليش يا أخوان، لماذا نحن نرى المسلم هيك ما يتحرك؟ شوف واحد بيحلف الطلاق ما بيتأثر، ما بيتألم، ما بيتوجع. في إخوة يمشون يسافرون في هذه الأرض بس للدعوة إلى الله، بس للدعوة. كيف نحن نسافر مثلاً عشان نحصل شهادة علمية، ومشان نسافر منحصل مثلاً رزق معاشات أكثر؟ في إخوة يسافرون في الأرض بس هيك للدعوة إلى الله. قال لي واحد منهم، قال لي رحنا على سيبيريا، درجة حرارة 40 تحت الصفر، بس هيك للدعوة إلى الله. قال لي بسيبيريا في مسلمين كثر، بدهم بس مين يجي يقول لهم، يعني إنه يحكي لهم عن الدين، يحكي لهم عن الإسلام. قال لي لما شافونا طار عقلهم إنه أنتوا عرب نفس قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا لطيف، شو يعظمون ويجلون بس لأنكم عرب أنتم. بيقولوا لهم ناس أنتوا ليش رايحين، يعني معقول على سيبيريا أنت رايح يا رجل، يعني شبك ادعو إلى الله يعني جنب بيتك ماشي الحال. قال له أنا أخاف أنه يكون هناك في مسلمين، في أناس يحتاجون أن أوصل إليهم رسالة الله وأنا ما عم بوصل. فهلأ أنتوا يا أخوان كل واحد يشوف من حوله. أنت والله مسؤول أمام الله عن رفقاتك، ومسؤول عن أرحامك، ومسؤول عن أهلك، وأنا مسؤول، وهذا الأخ مسؤول، وهذا كل واحد بيناتنا. وينبغي أن نخاف إذا لم نعمل، يعني اليوم يعني ما بتشتغل فيه بالدعوة ينبغي أن تخاف، وبالتالي ينبغي ألا تنام، لأنه يوسف ابن أسباط يقول عجبت كيف تنام عين مع المخافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعاجلنكم الله بعقوبة، والله لتنزل عليكم عقوبة كلها تكون، ثم يدعو صالحوكم ولا يستجاب لهم. قد ما بتدعو ما حينكشف البلاء، أو بتشتغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرات يا أخوان ابن أب يعني ابنه الذي يعني يرتكب الموبقات، أحكي لك كلمة ابنك هذا ما يعنيه الأمر، أو بيقول لك تعبت مليت صلي حاكي 100 مرة وجع لقلبي ما عاد بدي. بزمناته سيدنا يونس دعا قومه وما استجابوا عليه، ما ردوا. أم كمان يعني الله أعلم، وهو نبي الله عز وجل تعب منهم، قال خلاص عمره إن شاء الله حبروح لبلد تاني، هدول ما عم بيستجيبوا ما عم بيردوا علي. ركب بهالمركب ومشي بهالبحر وهاج هالبحر. صاحب المركب قال يا جماعة
أنا أعرف عادة من الله تعالى بهذا المركب. إذا معنى عبد آبق من سيده، هربان من سيده بوجه هيك البحر. فإذا في واحد بيناتكم هربان من سيده يكب حاله بهالبحر، لأنه ما حيوقف البحر لحتى يخلص هذا العبد الآبق من سيده، يكب حاله بهالبحر يغرق هو أحسن ما كلنا نغرق. سيدنا يونس قال لهم أنا اللي هربان من سيدي. نبي الله يونس، أنت حر أصلاً، ما لك عبد. والله عز وجل نبي يا أخوان. لما ترك الدعوة إلى الله عز وجل بدون إذن من الله تعالى، الله حبسه في بطن الحوت، سجن ما موجود مثله على الكرة الأرضية، ما بيخطر لبال واحد، ما هيك؟ والله عز وجل قال فلولا أن كان من المسبحين. عرف سيدنا يونس خطأه، أنه أنا شلون بترك الدعوة وسيدي ما أذن لي؟ فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله أنا أخطأت. طيب يا أخوان شو؟ إذا واحدنا ما عم يدعو إلى الله بنوب، إذا سيدنا يونس ترك الدعوة أم الله حبسه ببطن الحوت؟ واحد ما عم يشتغل بالدعوة بنوب ما بتعني هذا الأمر، شو بده بيا الشغلة؟ هو المهم يصلي، عم بيصلي ويصوم، وهدنك الناس التانيين أهل حمد تندب حمد، أخي فخار يكسر بعضه، لا بدي وجع راس ولا بدي حدا يهزلي بدني، إيش بده يصير؟ الله بده يحبسه كمان، الله عنده حبس. مرات الله بيحبس واحد بنفسه، بيحبسه بقلب حاله. شلون يعني بيحبسه بحاله؟ بصير بيشتغل بيركض، بيقول لك والله ما عم لحق، أقسم بالله ما عم لحق، والله بيطلع من بيتي 7 الصبح وبرجع 10 بالليل، والله مو ملحق، ومرتي مو رضياني، ولادي مو رضيانين، وأنا مو رضيان. هذا حبس، محبوس هيك عم يدور بقلب حاله، وحيظله محبوس إلى أن يلزم أمر الله تعالى. نصيحة يا رجال، نصيحة يا أخوات، كلكن وكلنا مسؤولون عن الدعوة إلى الله عز وجل، كلنا مسؤولون عن نشر دين الله عز وجل، وإلا بدنا نخاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء الذين يزنون ويسرقون، يؤتون ما آتوا يعني يفعلون الأفعال، وقلوبهم وجلة يعني خائفة، قالت له هذول اللي بيزنوا بيسرقوا يعني وقلوبهم وجلة؟ قال لا يا عائشة، هؤلاء الذين يصومون ويتصدقون ويدعون إلى الله وقلوبهم وجلة وخايفين أنه أنا كثير مقصر مع الله. فنحن والله يا أخوان، الله مأكرمك بشيء أنت ما موجود منه بالعالم. يا رجل أنت الله مأكرمك تقرأ القرآن الكريم كما قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغتك لغة القرآن الكريم، موجود في بلد إسلامي، العلماء يحيطون بك من كل مكان، مجالس العلم، مجالس الذكر، أنتم كلكم تعرفوا، سافر لكم أقارب للشرق وللغرب، يقول لك يا أخي نيالكم على مجالس العلم، نيالكم على مجالس الذكر، نيالكم على الجوامع، نيالكم على، والله عم يشتهي قلبي إني اسمع لي آية قرآن، والله عم بيشتهي أحضر خطبة جمعة. طيب يا أخوان، هالشيء اللي الله أعطانا ما لازم نحن نكون معنيين بأن ننشره يا أخي بيننا، بين من حولنا، فضلاً عمن. هلا في إخوة الله يرضى عليكم، يعني والله في إخوة ما شاء الله حولهم يشتغلون بالدعوة هيك بالليل والنهار، منيح، وفي إخوة ما شاء الله يسافرون ويعملون في الدعوة إلى الله. بس كل واحد، أنا بريد منكم كل واحد يحجز مكانه في خدمة هذا الدين. وشوفوا الأيام القادمات، والآن في خير كبير يجري في العالم يا أخوان لهذا الدين، الإسلام يمشي في البلاد وينتشر انتشار الهشيم.
في بعض بلاد أوروبية صار ربع السكان مسلمون، منهم صار نصف السكان مسلمون، بعض القرى، بعض البلدات، بعض المدن كله مسلم. الإسلام خلص، هذا القرن قرن الإسلام. كان شيخنا علي رحمة الله يقول: يا ابني القرن 21 هو قرن الإسلام، سجلوا علي الكلمة. يا أخوان، الدين ماشي، والله عز وجل كما قال: ليظهره على الدين كله. هلا الدين منتصر، ما عم يستناني ولا عم يستناك، لأنه دين الله. هذا العتب والزعل عليك وعلي، إنه أنت بتكون حاطط كتف بنصرة هالدين لما الله يعينك دوبك تلحق أكلاتك وشرباتك، الله يعينك دوبك تلحق تشتري بنطلون جديد وحذاء جديد. نصيحة يا إخوان، لا تكونوا كهؤلاء، لا تكونوا يعني منشغلين كل ما أعطاكم الله من ذكاء، كل ما أعطاكم الله من علم، كل ما أعطاكم الله من مكانة، بس هيك شان آكل وأشرب واشتري بنطرون واشتري للأولاد وآكل حلويات ما أكلنا وما ساوينا هالسنة. ما تكون من أجل تحيا فقط من أجل هذا الشيء، احيا لأجل دينك. ولا إذا أحيتك، إذا حيت لأجل دينك شو بيصير؟ يعني معقول الله يقول لك إيه ماشي الحال، يلا الله يعوض عليك؟ إيه والله لا يحاسبك حساب، يعطيك عطاء في الدنيا وفي الآخرة. هلأ سيدنا عمر شو قبض لما اشتغل عند الله؟ شو قبض؟ يعني قبض 5 مليون ليرة بالشهر، قبض 5 مليون دولار بالشهر. جابوا له ملك كسرى كله كله، كل ملك كسرى انحمل هيك وانزت عند أقدام عمر. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو عمر بقي مثل ما كان بالجاهلية، دلال جمال، على كل دلالة جمال بيطلع له 2.5% مثلا. يعني عمر شو كان جمع؟ كان جمع له بكل حياته، طلع له بيت ومزرعة وسيارتين. يا سيدي شيخ 10 مليار إذا ناقشي معه كثير، بس لما مشي بدرب الله مو 10 مليار، الله يجيب له مليارات المليارات اللي عنده. الله بيكرمك، يكرمك في الدنيا ويكرمك في الآخرة. وهيك الصحابة يا أخوان، مو بس سيدنا عمر، الصحابة كلهم كلهم، يعني من هو معروف مشهور ومن ليس مشهورا. إذا سراقة لبس إسوارة كسرى طلعت له، وهكذا. يعني هم ملكوا الأرض كلها يا أخي. فهلأ المهم يا أخوان، نحن مطلوب من كل واحد بيناتنا أن نعمل في خدمة هذا الدين وأن نخاف. والله لازم نخاف، لأنه قصرنا يا أخي، قصرنا. صلوا رايح من عمرك 20 سنة، صلوا رايح من عمرك، خلص راحوا راحوا، ما في ولا طريقة ترجعون هدول 20. هلأ بدك تبدأ من هلأ، إذا 20 عمرك هلأ بدك تبدأ فيما بقي ما بعرف قديش، واللي راح 30 واللي راح 50 واللي راح 40. سبق معنا واحد من الأولياء هذا بالتقصير، وإذا بالذنب حسب 60 سنة، إذا عمره كم يوم هدون 60 سنة، ضرب 60 ب 366 طلع ما بعرف معه 180 ألف، ما هيك الرقم، مدري أكثر مدري أقل. قال لو أنا عامل كل يوم ذنب واحد حبلق الله عز وجل مثلا 180 ألف ذنب. يا لطيف، شو بدي أقول له لالله؟ 180 ألف ذنب، 180 ألف مخالفة. يعني مرات واحدنا بيخالف أبوه مرة مرتين ثلاثة خمسة 10، بعدين بيقول له خلاص زعلت منك لا عاد تحكي معي. صار لك مخالفني 20 مرة، وإذا مخالفه 180 ألف مرة ولالله مو لأبوك. والله ينبغي أحدنا أن يخاف. لذلك بالمناسبة يعني أن يقضي أحدنا يا شباب هيك حياته بالضحك وبالتسلاية وبالروح على المطاعم وبالما بعرف، يعني كل هم هيك بدخول مواقع النت. أخي مو 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 هيك، يعني الأمر مو سار، حتى الواحد ما عاد عنده شيء غير أنه يروح يضيع هذا الوقت. على كل الأولياء قالوا: عجبت كيف تنام عين مع المخافة. هلا من رحمة الله عز وجل أنه الله بيأملنا برحمته، يعني مع خوفنا عندنا أمل برحمة الله تعالى، ويلقي علينا النوم فتهدأ عيوننا، وإلا هو لو تحقق العبد بالخوف ما عاد بنام. عجبت كيف تنام عين مع المخافة، أو كيف يغفل قلب مع اليقين بالمحاسبة. يعني هل الله بده يحاسبنا لما ما بده يحاسبنا؟
100% بده يحاسبنا. والله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.